عدنا إليكم أحبة الكرام أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة قرطاج بلوس الفضائية. أنا ما نطولش عليكم، أنتم تشوفوا فينا في برنامج نور كويز، والآن باش نبدأ الجولة الثانية. إذن الجولة الثانية والبداية باش نرجع نبدأ مع إيمان. إيمان ركز مليح، بالله ركز، فايش صاحي اضحك. يلا سؤالك يقول، كمل لي المثل التالي: اذا الدواء مر كمل. احتمالات: الداء امر، الوجيعة امر، الموت امر. اذا الدواء مر، اذا الدواء مر، الداء امر، الوجيعة امر، الموت امر. ربي بعد علينا ان شاء الله يطول في عمرنا الكل. الداء أمر الأولى، إجابة الأولى. إذا الدواء مر راهو أكيد أكيد باش يكون الداء أمر، والجواب صحيح. الحمد لله، شوف شوف كي ركزت، يعطيك الصحة. يلا إن شاء الله كذلك تواصل هكذا. إيهاب شفت شوية تركيز تلقى الجواب الصحيح. نبداو؟ نبدأ. يلا سؤالك يقول: إذا كان المتكلم مهبول يكون شنو؟ إذا كان المتكلم مهبول يكون احتمالات: السامع ساكت، السامع عاقل، السامع فاهم. إذا يكون المتكلم مهبول يكون السامع ساكت، السامع عاقل، السامع فاهم. السامع عاقل. إذا يكون المتكلم مهبول، ربي يقول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو قالوا؟ سلام. قالوا سلامة، واللي يقول سلام معناها عنده عقل، والجواب صحيح، سامع عاقل. يعطيك الصحة. خمسة نقاط، خمسة نقاط إيمان، خمسة نقاط إيهاب. سارة سؤالك في المالية الإسلامية، تحية لمصرف الزيتونة. جاهزة؟ جاهزة. يلا سؤالك يقول: ما هو العقد الأكثر استعمالا في المالية الإسلامية والذي لا يعتبر من عقود المشاركات؟ شنو العقد الأكثر استعمالا في المالية الإسلامية ولا يعتبر، ما يعتبرش، لا يعتبر من عقود المشاركات؟ احتمالات. أعطيني التبسيمة، ترى اتفائل، قول راني شنجاوب صحيح حتى لو ما تعرفش تو تجاوب صحيح. المضاربة، المشاركة، المرابحة. المضاربة، المشاركة، المرابحة. تيش تعود نعود لك السؤال لكن ما تاخوش برشا وقت، حاول تركز باللوجيك. السؤال يقول: ما هو العقد، ما هو العقد الأكثر استعمالا في المالية الإسلامية والذي لا يعتبر من عقود المشاركات؟ لا يعتبر من عقود المشاركات، شديت هالكلمة. أي المضاربة، المشاركة، المرابحة. أيوة المضاربة. يعتبر عقد المرابحة من عقود المعاوضات في فقه المعاملات في المالية الإسلامية، وليس من عقود المشاركات كالمضاربة والمشاركة. للأسف الشديد الإجابة خاطئة، والإجابة الصحيحة هي المرابحة. صفر من النقاط، لكن ما زال عندك فرصة للتدارك يا سارة. إيهاب وإيمان عندكم خمسة نقاط، لكن ما زالت الحصص القادمة. شكون باش يكون في المرتبة الأولى؟ شكون في الثانية؟ شكون في الثالثة؟ إن شاء الله هذا ما سنكتشفوه في الحصص القادمة. أحبتي الكرام، إذا تحب تختبر المعطيات والمعلومات الثقافية اللي عندك، أبعث عن آن على 85020. أنا في ختام هذه الحصة أشكر وأخص بالذكر مصرف الزيتونة، وكذلك ليبرتا، وأيضا نور فواياج. خليكم ديما برونشي على قرطاج بلوس. دمتم في حفظ الله ورعايته. صباح الخير.